بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. صباحكم الله بالخير. تقريبا المتعارف عليه عند يعني مجموعة ما هي بسيطة من أهل الحلال أنه البهم أول ما يولد يعطى أوغمنتين وفيتامين اي دي اي. فيتامين اي دي اي ما احنا متكلمين عليه، على نبي نتكلم على الأوغمنتين بعجالة بسيطة، او على البديل الأوغمنتين حسب الظروف اللي احنا نمر بها الحين، او منع الأوغمنتين، او انه كود وصفة طبية. بسنابات قديمة تقريبا العام اول العام تكلمنا على فائدة الأوغمنتين ومتى يستخدم للبهم، ولا احنا متكلمين عليه على من ناحية فائدته، لكن حاليا كود وصفة طبية، وصفة من الدكتور، والصدريات ما يبيعونه، أو بعض الدول الخليجية خلاص وقفوه تقريبا بحسب ما يقال لي. فعلى كل حال البديل له. أما العصار اللي برضه موجود بالسنابات اللي تكلمنا عليها، العصار اللي هو 4 سنتي 4 سنتي مرتين، أو البنسلين. فالبنسلين والأوغمنتين والستار، هذا العصار، هذول تقريبا ما اقول هن نفس الماده، كل واحد يعني مخصص الامراض خاصه به، لكن تقريبا يؤدي نفس الغرض. اقول فائدته مناعه، تنشيط المناعه ومكافحه بعض الامراض مثل السهرات وكذا، او وقايه بعض الامراض اللي المحتمله مثل السهلات عند البهم. ممكن نستغني عن الأوغمنتين بالبنسلين، هو طبعا نستغني عن البنسلين بالستار، نستغني عن الأوغمنتين، آسف، نستغني عن الأوغمنتين بالعصار، هذا الأصل. والإنسان اللي عنده مادة ومرتاح عليك بالعصار. لكن والله يعني اللي ما يبي يغث نفسه والمادية على قده، عليك بالبنسلين سنتيين بالفم، يومين او ثلاث ايام ان شاء الله انه كافي. البنسلين المعروف حقنا هذا ممكن نستعيض به عن الأوغمنتين 228. حاجه اللي نبه عليها انه بعض الاخوان يفهم انه قلنا الأوغمنتين معناته هذه للرخاوه، لا ما هي للرخاوه، ولا لها علاقه بالرخاوه، لا الأوغمنتين ولا الستار ولا البنسلين، هذه كلها ما لها علاقه بالرخاوه. الرخاوه مرتبطه مع الفيتامين الايسيلين، وعشان كذا قلنا أوغمنتين وأديكون. اللي راجع موضوع الأوغمنتين باليوتيوب بقناتي باليوتيوب يبي يلقى الكلام هذا مشروح. لكن على كل حال الأوغمنتين أو البنسلين أو الستار العصار هذا ما له علاقة بالرخاوة أبد، لا من قريب ولا من بعيد، ما له علاقة بالرخاوة. فلا بد يستخدم معه فيتامين ADE أو فيتامين إيسيلينوم، لكن ADE عشان الاي له اغراض، والدي فاتح شهيه، والاي اللي هو منشط للعضلات. هذا ما عندي، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.